والقاطعين أراكة كيما تقل في ظل أوراق لها وغصوني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوع كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلتين عبرا وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العدات معيني أي الرزايا أتقي بتجلد هي في النوائب مضحيت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني قهروا يتيميك الحسين وصنوه وسألتهم إرثي وقد منعوني من بعدك يا أبو إبراهيم ظلم الدار تدري الصار يوم هجمة الأشرار والباب بحطاياب رادت تحرج بنار والدخان من قبر غدا ترن والله والدخان من قبر غدا ترن أنا قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجيس من لذت خلف الباب عصرني عصرني وسقط المحسن يا
والصدر نعيب، لكن الأمر لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد شرع الدين الحنيف مواقيت إلى الصلوات، فعندنا صلوات واجبة وصلوات مستحبة. وهذه الصلوات المستحبة منها الرواتب وغير الرواتب، فهذه الصلوات الرواتب أيضا لها أوقات مخصوصة، وأكو هناك استحباب لمطلق الصلاة، من شاء فليقل ومن شاء فليكثر وما إليها وقت. أي وقت بتصلي بإمكانك الصلاة، لكن بالنسبة إلى الرواتب لها أوقات محددة. وطبيعي على أن بداية الوقت فيه فضل عظيم، أولها جزور وآخرها زرزور. إذا تصلي في بداية الوقت لك ثواب عظيم، ليس كما تحصل عليه في آخر الوقت. الصلاة إذا رفعت في وقتها رفعت بيضاء مشرقة تدعو لصاحبها حفظتني حفظك الله، تجد أبواب السماء مفتحة. بينما إذا رفعت في غير وقتها رفعت سوداء مظلمة، تجد أبواب السماء مؤصدة تدعو على صاحبها وتلف عليه كالثوب الخلق. ضيعتني ضيعك الله. ولذلك ينبغي المحافظة على أوقات الصلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلنأتي إلى أوقات الصلوات. نبدأ بصلاة الفجر. ما هو وقت صلاة الفجر؟ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق. أكو هناك فجر صادق وفجر ماذا؟ كاذب. الفجر الكاذب
يظهر في الأفق على شكل عمود نور لكن إلى السماء مرتفع. ولعله قرابة الساعة أقل أكثر بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الصادق نور لكن ليس أفقي، ليس عمودي عفوا، وإنما نور أفقي يظهر في الأفق. هذا بالنسبة إلى بداية وقت صلاة الفجر. فإذا طلع الفجر صار وقت صلاة الفجر. إلى متى ينتهي وقتها؟ إلى طلوع أول جزء من قرص الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى وقت فريضة الفجر. فإذا واحد نائم وما صلاها بعد ذلك يصليها قضاء. هاي بالنسبة إلى صلاة الفجر. زين صلاة الفجر إليها نافلة لو ما إليها نافلة؟ صلاة الفجر إليها نافلة. كم عدد ركعاتها؟ كم عدد ركعات نافلة الفجر؟ ركعتان. متى وقت هاتين الركعتين؟ متى وقت نافلة ماذا؟ نافلة الفجر. لازم يأذن حتى أنا أصلي هذه النوافل أو أصليها قبل الأذان بعد الأذان. فعلى الظاهر أن وقتها هو السدس الأخير من الليل. السدس الأخير من الليل يعني إذا قسمنا الليل ستة أسداس فالسدس الأخير هو ماذا؟ بداية صلاة ماذا؟ نافلة الفجر. إلى متى؟ إلى طلوع ماذا؟ الحمرة المشرقية. إذا طلعت الحمرة المشرقية بعد انتهى وقت النافلة. فعرفنا الآن وقت نافلة الفجر يعني قبل أذان الصبح. قبل أذان الفجر تقدر تصليها. تصليها حتى لو أذن تقدر تصليها. تقدر تصليها إلى متى؟ قبل أن ماذا تذهب الحمرة المشرقية. فهذا كله وقت لنافلة ماذا؟ نافلة الفجر. فما في مشكلة. فحتى لو أذان وجبت أول شيء النافلة وبعدين صليت الفريضة ما في مشكلة. زين بالنسبة إلى نوافل الآن، عفوا بالنسبة إلى فريضة بعد صلاة الفجر تأتي لنا صلاة الظهر. ما هو وقت صلاة الظهر؟ بداية وقت صلاة الظهر هو الزوال. إذا صارت الشمس نصفت لنا الكرة الأرضية صارت في الزوال في كبد السماء كأنما لما كانت في المشرق كانت الأشياء الشواخص لها ظلال إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الغرب. لما أن صارت في كبد السماء وكل ما جلي هذا الظل كل ما ارتفعت الشمس الظل ماذا؟ ينقص 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 إلى أن بعد ذلك يتغير اتجاهها يصير جهة ماذا؟ جهة الشرق. إذا صار في المنتصف يمكن في بعض البلدان ينعدم وبعضهم ينعكس تنعكس القضية. فعلى العموم أنه هذا الزوال فيزول هذا الظل ينعدم يزول أو ينعدم. فهنا في هذه الحالة يصير وقت الزوال وهو أول وقت صلاة الظهر. وفي الحقيقة مو أول صلاة الظهر فقط، نقول صلاة الظهرين، صلاة الظهر والعصر.
ومتى ينتهي؟ إن عرفنا بداية الوقت. بداية الوقت وقت صلاة الظهرين من الزوال، زين متى ينتهي؟ ساعة ثنتين، ساعة ثلاث، ساعة أربع، نقول لا، يمتد وقت الصلاتين إلى متى؟ قبل لا يغيب قرص الشمس بمقدار أداء الصلاة، يعني نقول نهاية وقت صلاة الظهرين هو ماذا؟ غروب الشمس. إذا غربت الشمس خلاص، بعد الحين بصليها، صليها وإيش؟ صليها قضاء الحين خلاص. ويقولون الوقت الأول مختص بصلاة الظهر، يعني بداية الزوال. أنت تأخذ كم دقيقة؟ قلنا نفرض أربع دقائق صلاة الظهر، فهي الأربع دقائق الأولية يقولون مختصة بصلاة وقت صلاة الظهر، كما أن الأربع دقائق الأخيرة إذا كانت صلاتك تأخذ أربع دقائق، هاي الأربع دقائق الأخيرة قبل الغروب هاي مختصة بصلاة ماذا؟ بصلاة العصر. زين، وما بينهما هذا وقت يسمونه وقت ماذا؟ وقت مشترك. هذا وقت مشترك، هذا وقت مشترك لصلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا الوقت المختص بصلاة العصر هو ماذا؟ الأربع الدقائق الأخيرة تقريبا قبل الغروب، فهذا مختص بصلاة العصر. فلذلك إذا واحد صلى عند الأذان، عند الزوال، خب صلاة أداء، ساعة واحدة صلاة أداء، ثنتين، ثلاث، كلها ويش؟ أربع. حتى حين عندنا احنا حتى لو صلىها خامس يصليها أداء ولا قضاء؟ صليها أداء. ما صار الغروب، خب ما صار الغروب، الساعة كم يصير الغروب؟ ها؟ فوق الساعة 6. فإذا حتى لو بيصليها الساعة 6 الحين يصليها أداء لو قضاء؟ صلاة الظهر يصليها أداء، يصليها أداء، ما انتهى وقتها. الكثير يتصور إنه لا والله من تصير الساعة 2 كذا صارت وإيش؟ قضاء. لا، ما صارت قضاء، بعدي وقتها يصليها ماذا؟ يصليها أداء. قلنا قبل الغروب بمقدار أداء الصلاة هذا الوقت مختص بماذا؟ مختص بصلاة العصر. فإذا صار مثلا باقي مقدار أربع دقائق وهو ما صلى، يلا باقي مقدار أربع دقائق، مقدار صلاة العصر، مقدار أداء صلاة العصر، باقي مقدار أربع دقائق وهو ما صلى لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، وحين أراد أن يصلي يصليها أداء لو قضاء؟ يصلي أيه؟ أول شيء يصلي العصر ولا أول شيء يصلي الظهر؟ أول شيء يصلي العصر. ليش يصلي العصر؟ لأن الآن بالنسبة لوقت الظهر خلاص انتهى، بعد انتهى خلاص، فيبدي ماذا؟ العصر، يصلي العصر أداء. أما صلاة الظهر يصليها ماذا؟ قضاء. زين، بس الحين هنا أول شيء صلى ماذا؟ العصر، وبعدين صلى الظهر. ألا يشترط الترتيب؟ هذا خالف الترتيب، مو يشترط إن الواحد إذا بيصلي يصلي أول شيء ماذا؟ الظهر، وبعدين يصلي العصر. زين، الحين كيف هذا بدل العصر على ماذا؟ على الظهر. بدل ماذا؟ بدل صلاة العصر على الظهر، باعتبار أن الظهر فات وإيش؟ فات وقتها. وهذه الآن إذا يصلي صلاة الظهر، إذا يصلي صلاة الظهر يفوت وقت العصر، وما يجوز لي بعد يفوت صلاة العصر.
الآن بعد فات صلاة فات وقت صلاة الظهر، الآن بعد يصلي صلاة الظهر على أساس يفوت صلاة العصر؟ لا ما يصير. فإذا يبدي صلاة العصر أما أداء، أما بالنسبة إلى صلاة الظهر فيقضيها بعد ذلك. إنزين لو باقي مقدار 5 ركعات وتغيب الشمس، باقي مقدار 5 ركعات، يعني هو صلاته تأخذ 4 دقائق. الآن باقي من الوقت مو 4 دقائق، خلنا نفرض 5 أو 6 دقائق. الآن ما العمل؟ يصلي الظهر والعصر أداء، أو أول شيء يصلي العصر وبعدين يصلي الظهر؟ ما العمل الآن؟ أول شيء يصلي ماذا؟ أول شيء يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر، صليها أداء لو قضاء تنتينهم، صليهم ماذا؟ صليهم أداء. ليش؟ ها، لأنه أدرك الوقت. مو بس أدرك الوقت، يقولون من أدرك ركعة في الوقت فكأنما أدرك الصلاة كاملة في ماذا؟ في الوقت. فهو إذا أدرك صلاة الظهر بركعة في الوقت كأنما أدرك الصلاة ماذا؟ كلها. كذلك بالنسبة إلى صلاة العصر، إذا أدرك بها ركعة في الوقت كأنما أدرك الصلاة كاملة في ماذا؟ في الوقت. وهذا التفصيل الذي ذكرناه نفس الكلام يصير بين صلاة المغرب والعشاء. صلاة المغرب وقتها متى؟ صلاة العشاءين الغروب. وطبعا المشهور الآن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية إذا زالت الحمرة المشرقية. زين، فإذا تحقق الغروب دخل وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء، إلا أن هذه قبل هذا. نعم، متى ينتهي وقت الصلاتين، وقت صلاة المغرب والعشاء متى ينتهي؟ ينتهي عند منتصف الليل نصف الليل للمختار، يعني ينتهي عند منتصف الليل. زين، بداية الوقت هذا مختص بصلاة المغرب. المغرب مثلا مقدار 3 دقائق إذا كانت صلاة تستغرق 3 دقائق، وقبل منتصف الليل ب4 ركعات هذا مختص بأي صلاة؟ بصلاة العشاء. زين، لو باقي مقدار 3 دقائق وصير منتصف الليل، الآن واحد يريد يصلي، يصلي المغرب أول، لو أول شيء يصلي العشاء؟ ليش المغرب؟ باقي مقدار 3 ركعات ويجي منتصف الليل، هاي بعد هذه مشكلة. الحين هذه المسألة هذه مشكلة. الآن يبدي الآن أي صلاة؟ يبدي العشاء. إذا قلنا على أن الوقت ينتهي عند منتصف الليل فعلاً، طبعا أكيد يبدي العشاء. ليش؟ لأن وقت المغرب ماذا؟ انتهى. الآن هذا الوقت مختص بفريضة ماذا؟ العشاء، فيبدي العشاء. وبالنسبة إلى المغرب ماذا؟ هاي صليها قضاء؟ إذا قلنا قضاء، لكن عندهم الظاهر المسألة خلافية بالنسبة إلى الوقت، هل هو فعلا منتصف الليل أو يمتد إلى الفجر أو كذا. فإذا الواحد يحتاط زين، يعني على العموم فهذا الوقت مختص في بدايته بالنسبة إلى الغروب بصلاة المغرب، وفي نهايته خلنا نفرض منتصف الليل هذا مختص بصلاة العشاء، يقولون بالنسبة إلى المختار بل بعضهم على العموم. فهذا بالنسبة إلى وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء، وما بينهما وقت مشترك. ما بينهما وقت مشترك، يعني وقت لصلاة المغرب ووقت لصلاة العشاء. بيصلي هذه بيصلي هذه ما في مشكلة، لكن يشترط الترتيب، إنه لابد أن يقدم ماذا؟ يقدم المغرب على العشاء. زين، لو واحد صلى
المغرب والعشاء، وبعدين تبين ان صلاة المغرب باطلة لأي سبب كان. الآن التفت متى؟ عقب ما صلى الصلاتين التفت على ان صلاة المغرب ماذا؟ باطلة. ها الآن يعيد صلاة المغرب فقط لوحدها أو يعيد الصلاتين باعتبار أنه الترتيب؟ لأن إذا صلى، إذا عاد المغرب فقط كأنما قدم صلاة العشاء على صلاة ماذا؟ على صلاة المغرب. ها الآن ماذا؟ يعيد الصلاة، يعيدهم ثنتينهم المغرب فقط. أحسنتم، يعيد فقط صلاة ماذا؟ صلاة المغرب، لأن هذا مو متعمد، مو متعمد، هذاك المتعمد. إذا واحد قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب متعمدا صلاته باطلة. أما إذا قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب لكن مو متعمدا، مثل هاي الفرض الآن تبين أن صلاته باطلة، المغرب مثلا، هاي ما قدم العشاء على المغرب متعمدا، فإذا ما كان متعمد يقولون ماذا؟ صلاته صحيحة إن شاء الله. كذلك بالنسبة إلى الظهرين أيضا. الآن بالنسبة إلى الظهرين، إليها نوافل لو ما إليها نوافل؟ إليها نوافل. متى وقتها؟ أول شيء كم عددها؟ خلنا ناخذ نوافل الظهر أول شيء. كم نافلة للظهر؟ ثمان ركعات. أحسنتم، ثمان ركعات نوافل صلاة الظهر. زي متى يبدأ وقتها؟ ويا ماذا؟ ويا وقت صلاة الظهر. إذا صار وقت صلاة الظهر الآن بدت نوافل الظهر، فيبدي بنوافل الظهر، يصلي ركعتين 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 ركعتين، وبعدين يصلي فريضة ماذا؟ الظهر. شهر رمضان وشهر عبادة وشهر طاعة، زين الواحد يتنفل. صلاة سريعة، المهم على راحته الله سبحانه وتعالى يكتب لي إن شاء الله. فعلى العموم أول شيء يصلي نوافل الظهر، بعدين يصلي فريضة الظهر، بعدين يصلي نوافل ماذا؟ العصر. نوافل العصر كم ركعة؟ ثمان ركعات أيضا. وعقب ما يفرغ من نوافل العصر يصلي فريضة ماذا؟ فريضة العصر. فريضة العصر أربع ركعات. فهذا الترتيب بالنسبة إلى صلاة الظهر ونافلتها والعصر ونافلتها. خلنا نجي الحين بالنسبة إلى نوافل المغرب والعشاء. نوافل المغرب كم ركعة؟ أربع ركعات، كل ثنتين لوحدهما. أصلي ركعتين نافلة المغرب قربة إلى الله تعالى، من جلوس لا من قيام؟ طبعا من قيام، ويصير طبعا يصليها من جلوس وكذا، هذاك لان نوافل هذه. زين نعم بارك الله فيك. زين الان خلحوا من قيام، احسن احسن لا يتضاعف عليه العدد. الان بالنسبه الى نافله المغرب، قلنا عدد نوافل المغرب اربع ركعات. انزين قبل صلاه المغرب او بعد صلاه المغرب؟ بعد صلاه المغرب. فاذا اول شيء صلاه المغرب، وبعدين اربع ركعات صلاه ماذا؟ نافله نوافل المغرب، بعدين يصلي فريضه العشاء. نافله العشاء كم؟ غفلنا عنها، ما دام هي اسمها غفيلة غفلنا عنها، بس هي مو من الرواتب على العموم، ليس من الرواتب. وكلامنا كلامنا عن الرواتب الآن فعلا. زين الآن بعد نافلة عفوا عقب فريضة العشاء اجي نوافل ماذا؟ نوافل العشاء. نافلة العشاء كم ركعة؟ ركعتين، من قيام لو من جلوس؟ من جلوس، ركعتين من جلوس، سهلة يعني إن شاء الله.
هي 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 الظاهر حسب ما ذكره الفقهاء من جلوس. أما بعد إذا نقول من قيام، من قيام ربما يصير تشريع، ما نقدر نقول، الله أعلم، زي ما نقدر نقول أنه من قيام. ذكروا الفقهاء أنه أنها من جلوس والله العالم. زي نعم تعتبر ركعة واحدة، ولذلك من علامات المؤمن خمس صلاة إحدى وخمسين، لذلك يعتبرون هاي الثنتين ركعة واحدة على أساس يصير إحدى وخمسين، ده يصير المجموع كامل، مجموع ركعات الفرائض ومجموع ركعات النوافل. فالظاهر نصير المجموع 51 ركعة إذا احتسبنا هاي الركعتين بركعة واحدة والله العالم. زين الآن بعد عندنا نوافل نسيناها، وش النوافل المتبقية؟ اللي يصلون صلاة الليل ملتفتين، هنيئا لكم، لا تنسونا من صالح دعواتكم. بارك الله فيكم، صلوا على محمد وآل محمد. صلي على محمد. زين صلاة الليل كم ركعة؟ ثمان ركعات، وبعدها نافلة ماذا؟ الشفع ركعتان، وبعدها ركعة الوتر. زين متى وقت صلاة الليل؟ ها وقت صلاة الليل منتصف الليل، منتصف الليل إلى متى؟ إلى الفجر الصادق، إلى الفجر الصادق. زين لو واحد شوية راسه ثقيل من شباب مثلا، زين يريد يقدمها، أو واحد على سفر يريد يقدمها، يصير يقدمها لو ما يصير يقدمها؟ ها يصير يقدمها، ما في مشكلة. فإذا هذه نوافل ماذا؟ نوافل العشاء. فإذا تبين إلينا أوقات ماذا؟ أوقات الفرائض وأوقات النوافل. وهنا بعض المسائل. المسألة الأولى ذكرنا لابد أن يتيقن بدخول الوقت، يكون عنده اطمئنان أو يقين على أن وقت الصلاة دخل، صار الزوال يصلي، أو مو يقين لأقل شهادة ماذا؟ شهادة البينة، شهادة عدلين، بل يقولون حتى الثقة الصادق إذا شهد على أنه دخل الوقت يكفي إن شاء الله. وبالنسبة إلى المؤذن اختلفوا، يقولون إذا أفاد الاطمئنان بأن الوقت دخل، بعد الآن هذا ما في مشكلة معتبر. أما إذا لم يفد فبعضهم ماذا يقول؟ لا مو 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 هذا مو حجة، يعني المؤذن مو حجة كسيد الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة. وهناك من يقول على أن أذان الثقة إذا كان هو ثقة موثوق يأذن في الوقت، يعرف المواقيت، عارف بالمواقيت، هذا أذان حجة. لكن الآن وين يعني تحصل لك مؤذن يعرف المواقيت؟ قليل، نادرا يعني يعدون على الأصابع إذا موجود، كلها على التقاويم وعلى الأوراق وكذا. أما عارف فعلا بأوقات الفرائض، الآن صار أساسا حتى فريضة الصبح، ولذلك الواحد ينبغي يطمئن بالنسبة لفريضة الصبح. فريضة الصبح وين الآن تميز طلوع الفجر؟ وين تقدر من هالمصابيح وكذا وين تقدر تميز طلوع ماذا؟ طلوع الفجر، ما تقدر تقريبا. فلذلك الواحد ماذا يحتاط، خاصة بالنسبة لصلاة الفجر، لصلاة الفجر، صلاة الصبح وكذا، خاصة مع اختلاف التقاويم وكذا. زين هذا بالنسبة إلى هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثانية، إذا مرأة مثلا صار عليها الوقت وهي طاهرة، مقدار الطهارة ومقدار الصلاة قال نفرض مثلا خمس دقائق عشر دقائق، لكن ما صلت، وبعدين ماذا؟ نزلت عليها العادة أو شيء من هالقبيل، هذا عليها قضاء هذا اليوم الصلاة ما عليها قضاء؟ عليها قضاء، عليها قضاء. وكذلك في آخر الوقت إذا طهرت بحيث أنها تقدر تغتسل مثلا، تطهر وتصلي، إلا أنها لم تصلي حتى خرج الوقت، يجب عليها
القضاء أم لا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. زين. الآن عندنا أيضا من مقدمات الصلاة القبلة، لابد الإنسان إذا بيصلي يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، وهي المكان القبلة استقبال المكان الذي فيه البيت الشريف، يستقبل هذا المكان الذي فيه الكعبة المشرفة. زين، الآن يشترط العلم بذلك أم لا يشترط؟ سواء العلم مثلا يكون عنده علم بالاستقبال أو يكون عنده اطمئنان على أن القبلة هذه الناحية، أو يمكن أن يعتمد على البينة، أكو اثنين مثلا بل الثقة، قالوا حتى الثقة يقال لك مثلا هذه الجهة هاي القبلة إلى هذه الناحية إلى هذه الجهة، خلاص تقدر تعتمد قوله. أو الآن مثلا قبلة المسلمين، المسلمين أكو يتوجهون لهذه الجهة، أو محاريب ماذا؟ محاريب مساجد المسلمين أكي لهذه الجهة، أو قبور ماذا؟ القبور، لأن أكو هيئة خاصة بالنسبة إلى مقابر المسلمين، فهي دلالة أيضا على ماذا؟ أن القبلة إلى هذه الناحية فيستقبل. زين، لو إنسان مثلا كان اعتقد على أن القبلة هذه الجهة مثلا، وبعد الفراغ من الصلاة اكتشف أن قبلته خطأ، فما العمل؟ يعيد الصلاة لو ما يعيد الصلاة؟ ها، يقولون طبعا إذا كان الانحراف بسيط، يعني الآن القبلة تصير خلفي خلفي له، فإذا كان إلى هالجهة هالجهة، زين إذا كان الانحراف بسيط ما لم يبلغ اليمين أو اليسار، ما لم يبلغ اليمين أو اليسار خلاص يعدل روحه مثلا إذا هو في أثناء الصلاة ويكمل صلاته، أما إذا خلص الصلاة صلاته ماذا؟ صحيحة ما فيها مشكلة. لكن إذا كان التف إلى اليمين أو اليسار أو لا هالجهة، يعني القبلة ذي الجهة وهو صلى ذي الجهة مثلا ذي الجهة، يعني أو اليمين بلغ اليمين أو اليسار، يقولون لي إذا الوقت باقي يلا ويش عيد الصلاة، حتى لو أنت في الصلاة اقطع الصلاة وعيدها من جديد، عيدها من جديد. أما إذا فات الوقت خلاص ليس عليك ماذا؟ ليس عليك قضاء. بعضهم احتاط أو أفتى قال إذا استدبر القبلة، يعني القبلة ذي الجهة وهو صلى بالعكس ذي الجهة، احتاط في هالحالة هذه يقول خلّه وإيش يقضي الصلاة أيضا. على العموم على أن القبلة والكعبة المشرفة الصلاة إلى هذه الناحية إلى هذه الجهة امتحان إلى الناس أيضا، وكما أن هذا امتحان تغيير تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام امتحان إلى الناس، كذلك جعل الله سبحانه وتعالى القبلة الحقيقية وهي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كذلك هو امتحان إلى الناس، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهناك من آمن وهناك من جحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وممن جحد نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أغمض عينيه وإذا بالقوم نكثوا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وفعلا جاءوا بحطبهم وجزلهم إلى أين؟ إلى بيت أمير المؤمنين، إلى بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اخرج وبايع وإلا أضرمتها نارا وبنت المصطفى فيها، فيها الحسن فيها الحسين فيها فاطمة مهبط الواحي
وإن سبحان الله. فلما لم يخرج علي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وضعوا حطبهم يا رسول الله, وضعوا حطبهم وضعوا جزلهم وأشعلوا النار على ذلك الباب الطاهر وهجموا الدار. ولما أن رأت فاطمة عليها السلام أن القوم أصروا على دخول الدار لاذت خلف الباب رعاية للصون والحجاية, فمذ أحس بها الرجل عصرها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. تقول يا فضة أسنديني فقد وربي قتلوا جنيني, فأسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. شحتم البويا من مصاب وكثر بلواي, فقدك غصب المرتضى وحنت يتاماي وكسر الضلع والسقط جنيني من حشاي, ونهبوني حلتي وصبرا والصبر كم دوب كم دوب انا اتصبر وقلبي ممتلي جروح ثاكل بيام الله يمنعوها من النوح. يا ياب كل يوم اخذي صبطين واروح بين القبور ابكي ونرجع وقت الغروب. يا ظلالي الضافي العديه قطعه وظلالي, اقعد بحر الشمس ومن حولي اطفالي, وارجع وعاين منبرك يا ياب خالي, وما اشوف ليل نهار غير هموم وكروب. اه بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها هذا يا الله.